رجل حين احتضاره اعترفت زوجته أن أبناءها ليسوا منه ومات، ثم هي بعد اعترافها تطالب بإرث هؤلاء، قولها ليس بمقبول ودعواها الأصلية ليست بمقبولة كحكم قضائي في الدنيا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش، فالأولاد لأبيهم أو لزوج المرأة، فهم أتوا على فراش منها على فراشه. أما هي فإن أقرت أمام القضاء الشرعي بذلك ترجم، والأولاد أيضا أولاده. بارك الله فيك.